أهلا بكم في نشرة الظهيرة من تلفزيون اليوم السابع وإلى الأخبار. تم الانتهاء من فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي جسر الصداقة النسخة الرابعة، والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية الروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية في نطاق الأسطول الشمالي في مسرح عمليات البحر المتوسط. يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والروسية وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة. في سياق آخر، قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية صباح اليوم إعادة فتح طريق اسكندرية الصحراوي عقب انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات. كانت أيضا غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات. على الفور تم غلق طريق اسكندرية الصحراوي وتعيين الخدمات المرورية اللازمة حتى تحسن الأحوال الجوية. تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم السبت سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر في اتجاه البحر المتوسط عبر قناة السويس الجديدة. إيفر جيفن هي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم والمعروفة إعلاميا باسم السفينة الجانحة، التي كانت قد جنحت في قناة السويس في 23 من مارس الماضي، ونجحت قناة السويس في تعويمها يوما بعد يوم حوالي 6 أيام من الحادث. ما عرقل الملاحة البحرية عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، وتم التحفظ عليها لمدة 107 أيام داخل المجرى الملاحي لحل النزاع بين قناة السويس والشركة المالكة حول التعويضات. رياضيا، يخوض منتخب مصر مباراة في غاية الأهمية أمام الأردن يوم السبت في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة بقطر في الفترة من 30 من نوفمبر حتى 18 من ديسمبر الجاري. موعد مباراة منتخب مصر والأردن في 5 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت. من المنتظر أيضا أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المباراة بتشكيل يضم كل من في حراسة المرمى محمد الشناوي والدفاع أحمد ياسين، محمود الونش، عمر كمال، عبد الواحد، وفي خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السولية، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، وفي الهجوم حسين فيصل، محمد شريف ومروان حمدي. الختام مع حالة الطقس، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الاثنين المقبل 13 من ديسمبر تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم من تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية. أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت وغدا الأحد فقط، ومع يوم الاثنين المقبل يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة، وخاصة في درجات الحرارة الصغرى، ليسود طقس بارد على كافة الأنحاء ليلا. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية نشرة الأخبار من تلفزيون اليوم السابع. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء، تحياتي.